للراجل الفاكهة بتاعتنا الأستاذ علي حمام. أستاذ علي حمام، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا، طمنا على الصفقات. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، معربلين على أربعة واخد بالك، وحاطينهم في الثلاجة، وإن شاء الله إن شاء الله هيفكوا ويبقوا فريش وننزلهم الملعب. لا جديد يعني. ولا قديم. كنت معانا كلام للكابتن هاني سعيد مسؤول نادي بيراميدز، بيقول لك عبد الله السعيد مش هيروي دراعنا ومش هيرحل عن نادي بيراميدز لما ناخد كل حقوقنا، واحنا بنحترم اي لاعب في النادي ونتعامل معاه باحترافيه، فبنطالب اي لعيب مرتبط بعقد مع بيراميدز ان هو يتعامل برضه بنفس المعامله ويتعامل باحترافيه مع اداره النادي. طيب خش على المفيد بقى، ماذا لديك في نادي الزمالك؟ نخش على المفيد بقى. لجنه التظلمات اللي هي طبعا هتنظر التظلم اللي تقدم بيه نادي الزمالك ضد عقوبه محمود عبد العزيز شيكابالا وعقوبه حازم امام، بلغت الزمالك ان هي بتدرس استدعاء شيكابالا للتحقيق قبل ما تنظر العقوبه. كمان بلغت اتحاد الكوره ان هو يبعت لها البنود اللي بسببها يعني فرضت عقوبه على شيكابالا، او لائحه لجنه المسابقات والبنود اللي هي استندت ليها فرض العقوبه. وطبعا كل ده هيتم نظره الاسبوع الحالي اللي احنا فيه ده ان شاء الله. المؤشرات كلها بتقول ان في نيه لتخفيض العقوبه من 8 شهور لشهرين او ثلاثه، بس في الغالب هيبقى شهرين. على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل، وعادي لو طلب اللاعب للشهاده، اللاعب لو طلب اللاعب لادلاء باقواله مش للشهاده عفوا، لادلاء باقواله هيروح وهيدلي باقواله امام لجنه التظلمات طبعا، واللي هيرأسها المستشار عادل الشرباطي. عندنا بيراميدز فتح خط مع محمد عواد حارس الزمالك. طبعا بيراميدز عايز حارس مرمى لان عنده كابتن احمد الشناوي تعرض للاصابه بقطع في رباط الصليبي واجرى عمليه جراحيه، بيتمنى له التعافي طبعا والرجوع تاني للملاعب. فتح خط مع محمد عواد وهم رافضين خالص مساله الحصول على خدمات جنش، وجنش بعد ما كان عنده نادي الاتحاد ونادي المصري دلوقتي عنده نادي فيوتشر اف سي، وطبعا نادي فيوتشر اف سي ابرم شويه صفقات جامده جدا النهارده، خد اثنين من الاتحاد محمود رزق ومحمود شعبان، برضه بيخلص في اثنين من الطلائع احمد سمير وبسام حارس المرمى، فالحقيقه عاملين شويه صفقات جامده جدا يعني. عندنا برضه ما دام جبنا سيره نادي بيراميدز، ناصر منسي طبعا لاعب بيراميدز واللي كان معار للطلائع، الزمالك برضو عنده رغبه في ضمه، بس طبعا الامور متكهربه بين الزمالك وبيراميدز بسبب موضوع عبد الله السعيد. وطبعا زي ما قلنا قبل كده احمد ايمن منصور خلاص بيراميدز رافض خالص تفويض في خدماته، لكن ممكن ناصر منسي بيراميدز يوافق لانه ضم فخر الدين بن يوسف وعنده محمود وادي وعنده دودي الجباس وعنده ابراهيم عادل، يعني خط الهجوم عنده متخم باللاعبين، فممكن يبقى في نيه ان هو يستغنى عن ناصر منسي لصالح الزمالك. تمام. عندنا في ازمه كبيره داخل الجهاز المعاون لنادي الزمالك. للاسف الكابتن حسين السيد عضو اللجنه المكلفه باداره الزمالك والمسؤول عن اداره ملف الكوره رافض يصرف مكافاه الفوز بالدوري للجهاز الطبي والاداري والعمال اوضه اللبس. رافض خالص يصرف لهم المكافاه، وده عامل حاله غضب كبيره جدا جدا في الجهاز المعاون، اللي طبعا الناس بتعبت، الناس طول الموسم تعبت سواء الجهاز الطبي او الاداري او عمال اوضه اللبس، وطول عمر نادي الزمالك طول عمر من يوم ما اتعمل 1911 وبرضه النادي الاهلي طول عمرهم ان في حاله الفوز ببطوله الجهاز الطبي والجهاز الاداري وعمال اوضه اللبس الناس بياخدوا مكافآت وبيتراضوا وبيتبسطوا، يعني ده نهج موجود من سنين طويله قوي في الانديه الكبيره في مصر. معرفش ايه التعنت عند الكابتن حسين السيد، متعنت جدا جدا مع العمال ومع الجهاز الاداري ومع الجهاز الطبي، وده بصراحه شيء يعني عامل غصه وعامل حزن كبير جدا عند الناس، وشيء صعب لان زي ما قلنا الناس دي تعبت تعبت طول الموسم، وده عرف معروف
في الانديه الكبيره الاهلي والزمالك، ان لما الفرقه بتاخد بطوله الجهاز الطبي والاداري والعمال كل الناس حتى عمال النادي مش عمال اوضه اللبس كمان بيصرف لهم برضه شهر مكافاه، بيصرف لهم نص شهر، يعني بيبقى البطوله فرحه للناس كلها. الزمالك وقع في التفاوض مع الجزائري رؤوف بن غيث لاعب الترجي واللي موجود هنا في القاهره. الزمالك كان فاتح معاه خط في التفاوض، لكن اكتشف ان رؤوف بن غيث ترك الترجي بدون فسخ التعاقد، وان الترجي اعلن ان هو مديله كل فلوسه، وان اللعيب ترك التدريبات ومشي. فطبعا كده في حاله التعاقد الزمالك معاه ممكن الترجي يرجع على الزمالك ويشتكيه طبعا في الفيفا، والزمالك طبعا يتفرض عليه عقوبه زي موضوع كولوبالي اللي راح النجم الساحلي والاهلي نجح ان هو ياخد عليه حكم يعني، وياخد مبلغ من النجم الساحلي. عشان كده الزمالك واقف المفاوضات معاه. الزمالك النهارده خد تدريباته بشكل طبيعي، محمد ونجم طبعا المغربي محمد ونجم لاعب الزمالك رجع من المغرب وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، كمان عبد الشافي النهارده شارك وظهر بصوره كويسه. ومستر كارتيرون عمل جلسه مع اللاعبين اتكلم فيهم يعني عن اهميه مباراه اسوان، برضه محمود شبانه الصفقه الجديده للزمالك شارك في التدريبات. بالنسبه لونجم، ونجم رافض خالص مساله الخروج في اعاره او الكلام ده، وعنده رغبه ان هو يكمل في نادي الزمالك، وعنده رغبه انه يكون موجود الموسم الحالي في نادي الزمالك. واعتقد ان كارترون هيحقق له رغبته، وكده بنسبه كبيره اللي هيتحط في قائمه الانتظار هيبقى رزاق سفيه، اللي طبعا مديهم ميعاد انه هيجي من كوت ديفوار بعد 3 اسابيع، وبيدعي ان هو بيتعالج رغم ان الزمالك طالبه انه يجي عشان يعالجه، والزمالك عنده نيه ان هو يسوقه النادي الاتحاد السكندري اللي طالب الحصول على خدمات اللاعب، ولكن اللاعب مزرجن وعايز يفسخ التعاقد مع الزمالك ويبقى حر يروح مطرح ما هو عايز، والزمالك طبعا رافض الموضوع ده، واللاعب فاضل له موسم في عقده. على فكره الناس، لحظه بس، الناس اللي بتقول طريقه اكلك وحشه وبتشتم ودي ناس مش متربيه ولا وحشه، على فكره انا بقرقش بتاع ده، يعني بقرقش البتاع بتاع الاسبوسيد ده بتاع الاطفال عشان سيوله الدم، يعني عشان الدكتور بعت لي قال لي 2 ولا 3 واخد بالك انت، وعشان سيوله الدم، وبعد كده انت لولا انك انت مقرف ومش محترم مش هتتكلم بالاسلوب ده. عالم يعني، يلا مش عايزين ايه اللي نشتم، حصل بس طلع الناس، مش عايزين نشتم. ماشي ماشي، ايه اللي حصل؟ انت شتمت حد؟ انت كويس، انت ما شتمتنيش ولا شتمت اي حد خالص. لا عادي، ده انت زي الفل يعني، وعمال تقول لي انت كويس وعامل ايه وبتاع. والله العظيم بتكلم بالعافيه، البتاع ده بدا مفعوله متقل دماغي، انا مش سامعك بتقول ايه اصلا. انت واخد خدت ايه انواع فيهم؟ استرازينكا. طب برافو عليك، هو ده الكلام. اجمد بقى، عشان هتلاقي عظمه ظهرك دي بتاعت سلسله الظهر دي طالع منها نار، واي مفصل في المفاصل هتلاقيه وجعك، عشان تبقى عارف يعني، لان انا خدت استرازينكا، لكن الجرعه الثانيه دي ولا كانك واخد اي حاجه، ولا كانك واخد اي حاجه. الموضوع كله بالظبط 12 ساعه، الموضوع كله 12 ساعه. تلاش يعني، ان شاء الله تبقى زي الفل. ربنا يديني الصحه وياخدها منك يا رب. طب اديني فلوس ولا ياخد ساعه وفلوس اقعد صايع كده. طب اديني فلوس، يبقى لا فلوس ولا صحه، ده انا بقى خزوات قوي في الدنيا مفيش اي حاجه خالص. لو اتعرض عليك، لو اتعرض عليك مليار جنيه وتب عيان. عيان بايه بالظبط؟ ما هو مش كل انواع العيا، في عيا ما ينفعش خالص، لا مليار جنيه ولا 100 مليار جنيه. لا يا عارفه طبعا، يعني حاجة الحياة ما ينفعش، يعني تاخد الفلوس ولا 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 تبقى كده أقرع ونزهي زي ما انت كده فقير وتمام. لا ما بص، العيا مش اي عيا يعني، العيا مثلا اللي هو يحز في نفسك كده وفي وضعك، لا ده ما ينفعش خالص ولا اي فلوس معاه، لكن تاخد الفلوس مثلا وهي عالية شوية ضغط على بتاع تمشي يعني، واخد بالك، تتقضى يعني. انت يعني الفلوس عندك اهم ولا الصحه؟ ما قلت لك مش اي صحه، ما انا لازم اعرف يعني. هديك مليار، يعني حد هيديك مليار جنيه مثلا يبقى عندك انفلونزا ولا النوز؟ لو كده ماشي. لو كده واقول لك على حاجه، خد يا عم الاوبشن ده، مليار جنيه وكورونا، يلا يا عم عامل لك ايه تاني؟ اوبشن جامد اهو. بس كورونا دلوقتي، مش كورونا زمان في اول ما جت، كورونا دلوقتي.
يقول لك معين شعباني، خلينا نفرد معاك بالرقم اللي طالبه. ولا بعد ما تخلص الزمالك؟ لا خلصت، انا خلصت. طيب معين شعباني انفراد لينا يا جماعة، اهو معين شعباني احد الاصدقاء في تونس بعت لي بيقول لي حصريا، لان لن يعلن ذلك للاعلام المصري، معين شعباني طلب معاه مجد التراوي، معين 50,000 دولار في الشهر، ومجد التراوي 12,000 دولار في الشهر. اقول تاني، معين شعباني في القاهرة وسيكون في بورسعيد خلال ساعات لبدء المفاوضات. طلبات معين شعباني 50,000 دولار شهريا، ويطلب مجد التراوي معاه ب 12,000 دولار شهريا. يعني كده الغالي كده زعب نصر مليون جنيه متهيألي. يعني صح؟ مليون جنيه يعني. ده غير بقية الجهاز، ما لسه ده كده اتنين بس. لسه بقية الجهاز، مدرب الحراس ولسه مدرب مساعد. طب هل المصري عنده قدرة يدفع مليون جنيه في الشهر؟ يعني هو الزمالك كان عنده قدرة ياكل أصلا؟ ماشي، بس الزمالك عنده موارد. لكن النادي المصري لا ماشي، يعني قعدوا يشتكوا فترة طويلة وماله. بس الدولة بتساعد الأندية الشعبية والجماهيرية، يعني ما الدولة بتساعد الأهلي، بس الأهلي ما بياخدش فلوس، ولكن الأهلي ممكن ياخد أرض زي أرض التجمع بمليارات. يعني كل نادي محتاج حاجة الدولة بتوفرها له. المصري بياخد من بيجي له دعم من المحافظة، عندها مصادر كتيرة جدا، والمواني والكلام ده معمول. ما بيستقطع رقم للمصري، خلي بالك. المصري حياة، الناس بتتنفس المصري كما تتنفس الهواء في بورسعيد. انا عارف، انا رحت بورسعيد ورحت كتير وعارف. وبعد كده خلي بالك، عندي معلومات ان كامل بيه ابو علي صديقنا العزيز عرض المساعده في راتب معين شعباني، لان هو طبعا من عشاق تونس والمغرب والكلام ده، وهو ما سيساهم بقوه في هذه الصفقه. ولكن انا بقول لك انفراد ان معين لن يتنازل عن 50,000 دولار. ومعين ما عايز اقول لك على حاجه، لو مستر كامل ابو علي قال كلمه ده راجل قدها. انا بكلمك في انفراد. كامل ابو علي سيساهم بقوه، معين مصمم على 50,000 دولار. مجد تراوي ولا تراوري مجد تراوي 12,000 دولار. وخلي بالك، معين كان يفاضل ما بين المصري والشباب بولزداد الجزائري، والرقم اللي خلاه وافق هو رقم المصري. ولكن انا بقول لك، معين لن ينجح مع المصري على مسؤوليتي لو جه. ايه السبب؟ خلاف في الفلسفه، ولا شايف ان الدوري المصري عنيف شويه او قوي، ولا شايف ان الضغوط في بورسعيد هتخليه ما ينجحش؟ لا، لن يصبر عليه احد في الفتره الاولى. بص، ما فيش حد نجح تجربة موسيماني غير الخطيب. لأن في الوقت اللي كان موسيماني بيأدي أسوأ مردود، كان الأهلي شغال بمخزون فايلر. يعني الأهلي كان عنده مخزون استراتيجي زي الكورونا دي، وقاعدين نسحب من اللحم الحي لغاية ما فلسنا. عبال ما فلسنا جات لك بقولة راحت نتعاك، فربنا رزقك فبقيت غني تاني. الاهلي هكذا تعامل مع موسيماني، كان رجل المرحله، جاب لك بطوله افريقيا، لكن كان بعيد جدا عن مفاهيم الدوري. فخد البطوله اللي كان فايلر مخلصها قبل ما يمشي، واخفق في اول بطوله تتحاسب له السنه دي. الخطيب شال موسيماني في اهلك الظروف، والجمهور بيسمع كلام الخطيب. تمام. علشان كده موسيماني خير وهيجي للاهلي من وجهه نظري، وانا قلت الكلام ده. السنه الثانيه الموسيماني سيكون الاهلي في حته ثانيه. النهارده امير توفيق قال لك ايه؟ اغلقنا باب التعاقدات بعد لبينا كل طلبات موسيماني. يعني مش قال لك قال لك كل طلباته، حتى سئل عن النواحي الدفاعيه قال انا ماليش دعوه، كل حاجه طلبها جبناها. ما فيش حاجة ما جبناهاش، لا معارين ولا تعاقدات جديدة. المصري مش هيقدر
اوريدي حلبيه وولد واللي معاه يعملوا ده، لان اوريدي الناس كرهاهم في بورسعيد ومش متقبلين منهم حاجه. ومعين يحتاج الى وقت، معين عايز 6 شهور على الاقل اتلعب فيهم كم ماتش قبل ما يعرف الدوري المصري رايح فين وجاي منين، لكن ممكن ينجح افريقيا. خلي بالك عشان انا دقيق، لو وفرت له المناخ المناسب للصبر عليه هيجيب مردود، ولكن انا بعتمد على كلامي في 3 اسباب سيؤدوا الى فشل معين. لن يجد مسانده قويه من المجلس، لانه مجلس هش واللي متغطي بيه عريان. الحاجة التانية، ليس هناك صفقات تشيله. واخد بالك انت؟ ما فيش صفقات تشيله. خلي بالك من الحتة دي، ما لم تبرم صفقات قوية. الحاجة التالتة، جمهور بورسعيد نظيف ومحترم وقوي، وما بيحبش اي حاجة غير انه يفرح بالمصري. فما بيصبرش كتير على الإخفاقات. ال3 أسباب دول لن يساعدوا معين على إنه ينجح في التجربة. يعني المسألة عايزة ثقة وصبر، إن أنت تدي الراجل ثقة وتصبر عليه هينجح. وللأمانة الحاجتين دول يبقى بالسلامة. وللأمانة كل الأندية الشعبية والجماهيرية لا تحتمل الإخفاقات. وبمقدار ما بيكون عندها مجالس قوية تمتص غضبة الجماهير، بمقدار ما بيكون المردود نجاح على الجهاز الفني. الأقاليم كلهم هش إلا الاتحاد والحاج محمد مصلحي. لا، الحاج محمد مصلحي الصراحة واقف مع الاتحاد واقفة جنبه. لا و و و و و وكلمته مسموعة ومحبوب. اكيد طبعا. لا، وهو غير الاتحاد برضه الموسم ده، كان صعب جدا يا جماعه، والاتحاد صمد رغم كميه الاصابات الغريبه والرهيبه اللي حصلت في فريق الاتحاد. الاتحاد غاب منه لعيبه كتير قوي بدون اصابات، ومع ذلك الاتحاد صمد، لا راح منطقه الهبوط ولا منطقه الخطر، لا يعني صمد. والسنه دي وعامل برضه صفقات كويسه وفي تدعيمات كويسه، فلا في نجاح جامد جدا للاستاذ محمد مصلحي، نجاح جامد جامد. يعني انا ممكن اقول لك ان المصري يخلص على 25,000 دولار، حاجات زي كده، لان زي ما بعتني صديقي حازم الكديكي قال لي خلي بالك معين كان بياخد مبلغ زهيد ومبلغ ضعيف جدا في الترجي، وانا بقول ده كان بس لو سمعني سمير حلبيه واللي معاه. المعلومات اللي جايه لي من تونس ومن الاعلام التونسي 50 لمعين و12 لتراوي. الناس ما كانتش بتاخد ربع المبلغ ده في الترجي، بس كان تبقوا عارفين. حتى لو هيساهم كامل بيه ابو علي، الانباء اللي جايه من الاعلام التونسي ومن اصدقاء معين نفسهم، خلي بالك اكبر بكتير من اللي كان بيحصل عليه في الترجي، لان كمان العمله منهاره قصاد الدولار، وفي نفس الوقت هو كان بياخد مبلغ زهيد جدا 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 من الترجي. دي حقيقة، دي حقيقة صح. الفلوس هنا في مصر جامدة جدا، سواء للعيبة أو المدربين. يعني أنت عندك اللعيب في الترجي بيقول لك أكتر حاجة 200,000 دولار، هنا بياخد 800 وبياخد 700، بياخدوا يعني 3 أضعاف الرقم اللي كانوا بيحصلوا عليه في الترجي. فأعتقد ده برضه هيكون برضه بالنسبة للمدربين. كمان عايز أقول على حاجة، بما إننا بنتكلم على الموضوع التونسي، عايز أحيي أصدقائي، لأن أنا من مشجعين الإفريقي رغم عن أنف علاء حمام. انا مشجعين الصفاقسي. اتفضل يا عم، ما تروح الصفاقسي قرب يهبط درجه رابعه. ده انت قعدت تتكلم على بيرسي تاو جبته الارض اصيب النهارده. انا والله ولا اتكلمت عنه الراجل ولا اتكلمت عنه. المهم انا سعيد جدا وبحيي الجمعيه التونسيه، جمعيه الافريق التونسي، واقدر اقول انهم سيكونوا منافس قوي للترجي وكل الفرق في الموسم الجديد. الحمد لله تم الإفراج عن الانتدابات وتحلت مشكلة الديون مع الفيفا، فبحيي إدارة الإفريق التونسي. وعايز أقول على حاجة يا جماعة، والله العظيم ما بجامل، جمهور الإفريق التونسي لو هيتاخد أفضل إفريق، أفضل جمهور في تونس على مدار السنين اللي فاتت، لازم الإفريق يبقى نمرة واحد. لان على فكره بقى ليه، مش عشان انهم بالملايين ولا عددهم كبير، لا،
اقول لكم على حاجه وهيأيدني فيها على حمام. الجمهور الوحيد في المنطقه اللي استطاع انه بفلوسه يسدد ديوننا دي. الله. حمله تبرعات عملها شعب الافريقي وشرى تيشرتات وتبرعات. طبعا الجمهور بدا ودخل رجال الاعمال المحبين للافريقي والانصار، بس جمهور الافريقي العظيم كان بيقسم لقمه العيش مع النادي. يعني لو معاه 10 دينار مفيش غيرهم في جيبه يحط 5 للافريقي و5 ياكل بيهم. لو اقولها تاني، لو معاه 10 دينار يحط 5 للافريقي و5 ياكل بيهم. وفي ناس كانت تحط كل ما تملك للافريقي. يا جماعه جمهور عظيم. ما اعتقدش يا استاذ عبد الناصر في نادي عمل كده في المنطقه العربيه خالص. لا بص نادر، بص بقول لك دي فلوسه. ده سد ديون على النادي يعني، دي يا على على حصل ابدا. يا بيع على فكره بالعمله التونسيه مليارات الدينارات. فشعب الافريقي في حته تانية خالص. شعب الافريقي طبعا ده ولاء وانتماء كبير جدا طبعا. فانا تسديد الديون ده حاجه مهمه جدا. انت كده يعني بتحمي النادي من الافلاس، مش مثلا تتبرع عشان تجيب صفقه. يا ابني ما هو خلي بالك النادي موجود. كانت موقوفه عندهم الانتدابات. كان من اكتر كان من اكتر الانديه مديونيه للفيفا. كان عندهم جمعيه كان عندهم جمعيه فاشله دمرت النادي، اداره فاشله. ولكن هذا الجمهور على فكره هو اللي شال الاداره الفاشله وجاب ناس بتحب الافريقي واعاد بناء الافريقي وتبرع بكل ما يملك من اجل الافريقي. لا جمهور عظيم طبعا. جمهور بس, عظيم بس, عظيم بس 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 ناس كل التحيه بنحييهم بصراحه، كل التحيه وربنا ان شاء الله يوفق الافريقي ويحقق بطولات تسعدهم باذن الله. ناس بجد وتبرعات بجد، مش حلق لساسي وبيع مش عارف ايه. بقول لك ليه ده؟ بقول لك ساسي متكحور قوي في الدحيل. كنت بكلم حد زميلنا يا بيه. هو يا بيه ولا يعنيه؟ ما انا عارف انه متكحور وهيتكحور ولا يعنيه. هو بالظبط يا علاء. فيا جماعه شعب الافريقي نموذج نموذج. على فكرة أنا دايما بقول أعظم جمهور في القارة الإفريقية جمهور الأهلي، وبحط من ضمن أعظم الجمهور جمهور الإفريقي والزمالك والناس دي. ليه؟ لأن من حيث العدد جمهور الأهلي طبعا لا غبار عليه، وعنده وفاء مطلق لفرقته ويموت من أجل كيانه وناديه. كذلك الأمر الزمالك، إحنا عندنا نماذج جماهير أوفياء خلي بالك جدا قياسا بعدد سكاننا. الافريق النهارده بتتكلم تونس 12 مليون، يعني تونس كد بلدنا سوهاج، كد محافظه سوهاج. ال 12 مليون نصهم او 70% منهم مشجعين افريقي. انا شفتهم بعينيا اعلى الرتب واعلى الاماكن وفي حته تانيه خالص في تونس، ولكن حبهم لناديهم يوم ماتش الافريقي انت بتلاقي تونس كلها لابسه زي الافريقي، ده دليل على الاكتساح. وعندهم شهامه ورجوله، يعني يكفي انهم انقذوني من الموت. يعني ساظل اعشق هذا النادي وجماهيره. وانا اول مره اطلع عن قرب على الكره التونسيه لما سافرت، لانهم انقذوني من الموت يعني بلا مبالغه. يعني كتر خيرهم الناس يعني ناس حضنوني وخدوني بيوتهم، وحاجه قصه كبيره جدا. انا من المعجبين والمبهورين بشعب الافريقي التونسي. تحس انهم ولاد ناس مقصلين غير ناس كتيره. يعني فهمتوا انتوا طبعا، يعني ممكن تشتري نسب بالفلوس، تشتري حسب بالفلوس، لكن في النهايه الاصيل يظل اصيل. دول شعب الافريقي الناس الاصيله بجد. شكرا جزيلا يا حاج علاء. شكرا يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك طبعا والجمهور الافريقي العظيم اللي واقف جنبنا دي. وان شاء الله باذن الله كده الفريق يحقق طموحاتهم ويسعدهم باذن الله، وتحياتنا لشعب تونس كله يعني ما عدا فرجاني ساسي. شكرا جزيلا.